من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما جماعة لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يعمل لا يكون فيكون ملكني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك زغيتني إلى الجنان بمياه غيبك يا من خادني خير حياة شكرتني عند جميع جندك يا خير جار خدمك عندك الله أبدا والله حبي ولا إله إلا له لو ختابي من رئيس الحرمين لخاتم الحرمين ذا حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باكر ليس له كفوا أحد هب لي باق قل هو الله أحد عبادة فجر خير مغني منتهك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مغرب أجل أجل في مزايا النساء زلا وسلم عليك بآله وصحبه إكراما للقدى اللهم تقي إلى إيتان الكريم سلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في تكريم وعلى آله وسيبي يا من بي وبهم عليه سلامان وعليه مرجان كنت لي بما أروم وجل عزيلا لا من أبي مكتوباتي إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنصر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نشر إليها إلى الجنة التي وجد المتقون وجلها فيها من رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وجد أذر في الجار العظيم مع المتبع والعالم والإنجابي وجدكم المختار بالله وداه عليه السلام من بيخا ما لخوي وغاني في سوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاسا بيخا ما سوي ولدت خديما في امتداح محمدا عليه صلاة الله ما سان لي نحي ولدت خديما في امتداح وسيرتي علي سلام الله مولي سافزي ونا كل في حلم وسهي ورتبة عن المصطفى في خلقي العيس علوي وجيء وسول واس واس ثياب في مخلان الله وانخسي وزيم ووهاب وزين وزيلة إلى خير رب ذكره قلما إليه ومن أبدو والله لي كان بنافي وزغت بالباقي سرت عبد الله به خديما لخير الخلق بالمكس والسوي على مرداما كل يدا ريت له
لأكاب من قلبي أواء ويملأ إله إلا أنت بالنبي قائدا لهم سرورا مضيا بمدي مطرئ أهبتي الدارين سب النفى بهم إلهي لخيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخ الكفار والكل جسوم أجاب على الأبى مسابيه في الدجا وكل دجا رأس في الكبر يجزئ أسود متى يخف لهم ذو تجرئ يبو جبان يبكي ويما تجرؤ أيا خادم المختار لا تنتسب فمن ينسوهم فالمتمد مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المستوى الخار أنبه أبو عثمان الفاروق جرواه نادر بيد سبيل المصطفى إيسوس أبي سيد من دامنا فانز الحياة له النور ثم النور إنهما المضوئ الله جبال مجال وأمانه عليم على فقير إنهما المجرأ أسهب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكله ناني في العين من مهيمن عن المين أم مصير والأقوى أقمن نبت لك عبدا لمولاي وحده خديما ممن أنذرك كلك السنو نجاك من المين بلا قمال حن لفرد على خلق ونان ديدن نعيد دام الذكر وشكر خادما لخير وراني من حسين مسين نبيه وجل غير عبد وزيد قليل لبيب مثله ليس يعلن نبي رجل غير عبد وزيد قليل لبيب مثله ليس يعلن نجي غيب شاكر وهو شاكر جواب كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مسلم بشير لمن لله بلقيح نبي حبيب ضياء مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يعلن نسي بلا غش أليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب واجب ناجب وهو ماسك هو الآمر الناهي الذي الخير يؤمن نقيب رقيب مستجيب مستذب مسيح ملاذ وهو معي ومحسن نسيب نسيب زهتايا مقدم هو الناس والميزان نهم الممكن نبي الله سؤال عزيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انزلت لو سقينا جد ستين يحسن مجيد مجيد موسل من لا انتحى مهلا ومقبال ومخن ومعلن نوايا الغاية موجود الآن بقال يا ليل المنزل عجب بينه نجاد جسر وجار يبدا بيغ على الغماء جدر واسل نعيد إلى الرحمن في قمة لمن إلى غير نين ساخ من ليس يشحن نفى لسوانا بالنبي الله صدا وسيخ إلى خير الذي يتكهن لا يعيد القار أن يريد به فرادي ومسني أدبر ثم لين نفوت بي أردنا زايد وسفر عليه سلام خير المغن يمكن نزافته كل من اللغو تارت وسنته إن سارت بي أبين نصرت بكوني عبد ربي خديمه وسفى بي أمري ودار الموطن نعيد لما يكفي رزقا بخدمة
لغير الورى نيم المقفى المعين كتبت وكلي فارق الذنب وسرت وقبل ترى ربي الذي بيت تركا قلبي ونياتي وفيني تجد الى من كفاني سوء والضر والشقاء كفاني في ثماني والجملة العدا ولي قاد احبابا بهم اسر النساء طلبي ومجيد وربي مغاضبا لمن ابو ان تلتلي سيسى دمكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة في باخجل المسكا كجاك وكجاك وارشدت ناما عليك سلام العرب ويسري البنكا كروبي يا مساء اني جلوتها وقبل العهدى سهت والجل والافكا كذلك كما تمت ثوري جايها ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كسفت تجا قلبي وكلي اميت بي في الذي مهما استا مستكن اسكا كسفت تجا قلبي وكلي اميت بحبس الذي مهما استكى مستكن اسكى كوثك تسكيني باعزاب سارتي ولي قلت فيدا احجل البهر والفلكا كتابك ديني ووقني ومولهي هداني بالهادي ونفسي بي زكا كتاب كريم من كريم مكرم قبيت به اللحظة والذنب والسركا لمولاي بما تبلى وليغار بين الاجل الدار والوبلى دار الرسول الذي لم يعلى هو الوالد الظهر الذي كسر الخلى لا تكن مني بعد ذنبي مغاتبا لمن جودوني قادما اخجل الهدى لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الوائج القهار رب الورى جلا لك العلم والأمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأخلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من حظ الله لا الإمام اللي قد جاء لهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفل والعلا وفيك من الأخلاق ما أهتس الكل لقيت من الأداء ما دل ماما على أنك الليث الذي يسبون فلا لمن جاء يبخي منك نيلا ما الهدى أتى يا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاد أجر لكم ذو تجرد عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدهر أبقي من إلهي صلاته عليك ما تسليم يا من مال قبلى على الله من قاد بالمصطفى سرعى توكلت عبدا خادما لا أرى سرعى علي بما دير عظيما أنه خادما لهب بي أسرى وقد جاوز التبعى ألف جواب البلاء مؤمن زلات وجل الغار ما غلى الرضا عليك جلات الله يا غير مجبل بتدريبي يا من على اللجا والبرغى عليك جلات ما من الأمر كله كما بكني قاد النسيات والرجعى عليكم صلاة مهسلان بإذنكم من الواجه الباقي الذي خلق رقعا على وجهك لا يجاريك خير من لو سقوة قد توجب اللهم والدعاء هي زيد من أعلاك عبدا وسيدا خليلا أبيبا قاد لي ذكره قطعا أجايا في بر وبار تقودني إلى ذكري مطيبا النفس والمرأة
أجائب وفي البر والبار لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفع حلمي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قعد التاليف وسرعا هنائي بمن بالله أني موته وسفى آياتي من لغيرك فاسرعا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وسيده صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا لرب البرايا وحده قنا كلي بما اعطير لي من غير موش ولا تلي لساني وأقلامي وقلبي وجثتي لمخل الكريم النافع جل مني لا ظلم تراك مقدما خليل نبيك فائقا جنة تمي لو ترام داي خديما مخاطبا وللقعد في أمدائي أربان عني لك المجدات الغر يا خير سيدي عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنا صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا معي الجيل لك المجدات الخالقات التي بها أدت قبل من خير من جملة الرسل لك سر قد سارت بساق بدعوة كمن تقبض رسائج تم من فل لما وزل الآية التي قدني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل لساني والله سأل عبد اللهم بكم فأودعت روحي ونفسي مع الفعل لو كرمي ياتي وإني وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكي لا أنت الخليل أحب يا خير شافع وشرواك لم يخلق باقنا ما كل يزورك من يعيش ما كنت يا مهين فادي وروحي بالبزارات ذاتي يعود مساياك التي لا انتهى لها مدين الذي عزمت أنا سبي سعي يقول يقين كالدام داعي سيدي كفاني به الباقي سيس والخي يميني علي دين قد أواردا بخدمة خنيس المدينة سادي يسلي بتسليم عليك الذي نفت بي قبة منك العادية برمي يجيلك مني كل وقت وساعة رضا وسكر رافق الحب في الحي يسلي بتسليم عليكم بأهلكم وأسابكم باقي الأباني بالوجه يبشرك الباقي بغدي كرامة وإن كنت عن عبد المدينة ثانيا يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جارب الوقيف يوسر الباقي مسارات نافع بك الدار يا ذا السبق والفضل والولي يبادل كل كلك اليوم ما خدم وإن جاء ربي لا يراد دار ساوني يؤكد كل أبل حبي وخلوتي بمن خاد لي خير المقامات بالطي أخرجت بفضل الله مما يوبخ وينوى لخوني فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتعلي وساسات لغير الأساد لا أخرى وبرسخ خذي سكرا مني أخرف وبسرا في المصطفى يا خير هاد يسيق خرجت مع الماء بربي من الأسى ولا ينتهي نهي الذي يتبسخ
خدابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في سور ينبغ قلب الغالي وجزاك من سخو إلى غيرنا والكل قد كان يبلغ خديمك راجل عنك فاقبل شكوره ليجيب شيء من ربي فيك ينسخ قد يا دعاء مات بعد توبة لباقي الرب إليه توه خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلام من بي فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وهده وبين وبين بي ليس يفسخ خروجي بربي مات من قبل أكسس وينهى لخير لا للناوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي أن أبدا واكتب له عدده في آسي الأمداء لذة آمن يا باقي لأبي خروج مع دخولي بمنزلي ما قد له ما قد مدى من تسلسلي لو شكر أيضا ما دام بمخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى زيد عبد المخاطبا لمن فضل بعد لدى في تاقلي لقد جاءكم قد جاءنا ما دام لكم من الله سعه العزيم المفضل لقد جاء بالقران ما دلنا على تقدمك المعطي العتاي المكمل لأنت الذي أهتيت قمة نبوة وآدم بين الماء والتين ينجلي لكل من الأغيار فله رتبة وما كم لعبد الله عبد لدى العلي لكل من السادات جاء وهرمة ولكن جاء المصطفى البر يهتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي تفضلي لسلعة قد أسلمت كلي بجائكم وسادي إلى جناتي خير منسلي لكم رمضي من ربي سلامي سرمدا ما الآل والأساب يا خير مرسلي لربي الذي راجنا دالي بجائكم شكوري بعد الأمر دون التسلسل قد انزرفت آجي إلى فاتق رقي وإني له رب ولي جاب برقي إلى أن يالي أدين شكر له على فراقي بلا القياس الجور والفسق قلعوا في الإدراج للقاد كلما رجعت ويسو شكور على الفرق قلوب سيل ودعان شيخا لخيرنا فابداني والله لي مسكني يبقي عزت شكور الله شكرا متيبا اخاتم خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم الحلي يا رسولنا اوت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل ايات لك الله قنفت لغير سوى من خيرهم لي من الخلق قد جاء الى القلاء وهي جنة بأسان الباقي وعلى بأوقي قراءة كنفي وجاهي وهزتي ونلت بها كوني لدى الله إذا سبقي قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيتها بالشكر بالفعل والنطق قربت بها عينا ولي نفس طيبت وسلت بها لله ذي الفتح والرق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها واني بها عبد خديم ما لقي ألقى عيني بالبيتات مطيع بأن الذي الأجداد ريردع علمت يقينا أن ذراتي قادر على كل شيء وهو لي دار مفزع علي قتالي بالنبي ذات رسل علي صلاة الله نهم المصفى
عليك من المولى تعالى سلامه بإذنك يا من في الخلائق يسوع أنا أي بإذن الله أني ما أوتو كما قاد بما كنت أرجو وأتمو عليك سلام من هداني وسانني بكونك خلقا جملة الحر يبلغ ويجدني عن مزيان زائر غاشة بك الله الإنسان الذي كان ينفع علومي وعرفاني بك الله خادها إلي فأنت المنتقى والسمعيس علي الهج الله جل جلاله لك الدهر أمنا المسايا فترفع عيوبي جمت قبل لكن ما أوتى وكنت بماء العلي أتضرع عبوت عن الله داي ترني وجيما نفاه لغيري سرمدا لسوا علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلامي يردع ظلالي أدمى مجير المسدد لغيري الآن غير لقيا تزفد فجدت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاتب من هنجر إذا كان يلو زور رسول الله لي خادم المنى وقد كان عني كل سوء يصدد ظفرت وبالآلاء إني مهدث بكوني خديما مصطفى ويعبد ضميت وجئت البحر في الباري خادما لما لقت لم ياخذ ما كان يلفظ ظلامي جلال المنتقى قبل فانكفى لدى الباري العالق الذي القلب يخلص ظروفي ما وجدتها قبل للنبي وكلا بما فاق من آثار يدرس ظننت طوائي كل ما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبرز دماء الذي ينوم قفا دماء من يروى بطعام وبالبشر يلعش سلام الذي ينهو لما إن سلام من ينور قلب منه ورين يعكس زار جواب المنتقى يسولني وينوى إلى الأعداء مني كافز ظلالي إلى جنات باخ توسعت وكل وما لي كان آمن مصدد يقيني إلهي وكل يتيحي بجاه رسول الله من جرحي يدي ولساني مفؤادي وجثتي حماها إلهي أنا ثم هي الغيب يبسم بدائي جملة ناسها النبي من النفع والبر في الجلد والنبي يمين النبي فيها تعالى في ابتداء عليه صلاة الله في العفو والهدي يسار النبي فيها خفايا في ابتداء عليه سلام الله كافي سوي البخيل رجال وكل قديما له به في سر ساخر وقد كنت ثاني يقدرني كلاي وشوفي سرمدا ولي غاد سرا غاب عن غيره مريب يسلي بتسليم عليه بآله أسابي باق بي فص بالتيه يسلي على المغتال جلال كلهم وأسابي مغني عن الكد والخنيق يغاضبني ما قيد لي بلانه مديها عجيبا مسلما فائق رين لا بلا من أجوفي بسارات الباقي أبدا ملك ذراتي مغجل الموج واليمين بمدي الليل أنت أسر فلك كالغمين مراني وحاجاتي لربي توجهت بحمد وسكر وهو لي كان بسكني مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاتك بالشكر والحب سأزني مزاياك يا كل لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن خير ربه مغيبة فتقرأ عن سورة النمي
محمد المختار الآخر مثله. علي سلام منذ الأمر كالأكم ما بين المعروف ما هو مانح وبالعيش مخصوص مسرور عن الوجه مجيب مجاب مرتدى مولك عدا مبيح ومبعوث إلى الخطب والعلم مدير جلاء ناد جانا محلل مليح ومعصوم من الناس والوهم مدينة علم متجملة لنا جريء ومنجم من ذنوب ومن ظلم ما لا أعني بالنبي كل فاسد وسرت بي عبدا قديما بلا خمي من الله رب العرش أبقي ثلاثة بتسليمي للمصطفى المهدي لليم من الله رب العرش أبقي ثلاثة بتسليمي للمصطفى المهدي لليم اللهم بحق وجه العيتان الكريم سل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وزبي وبشر بكل عرف عروب عيد القسائد المخرجة من مدك الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وزهبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وزهبه وخديمه وأمته وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وزهبه عمن جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرج جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا قدير يا نذير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا تسمن أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا تسمن أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن نضجنا بأنفع الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان عبي السنابي وبالإسلام فجفز الكل عن الملام قد أوك سيد البرايا أحمد والأنبياء والرسل يا من حمد ودي صلاة والسلام أبدا لهم كما أخصيت من لم يعبد إلى متي قولي صلاة والسلام والأنبياء والرسل من سن الكلام على النبي محمد والآل سل وسلم واستجب سؤالي للمنطقة ما يسر بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا نافع سل ولتسلم في أبد على الذي لك يقول من حبات أقدر صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع سلي وتسلم باحترام على النبي والآل والصحاب الكرام ساعة
هلا تجرات العظيم سمدي هلا النبي والي والحمدي رد مكايد الهدى الى الهدى يا من حباني بمحجي العدى اوزل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة اوزل بسارات لسوف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة على بسارات ترى مستحسنة وجيل أمة رسول الله علي خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون من لم تكني ناجاتك يا مدد لتك في ماضي الأول يا تك يا خادر كل ما يكون أجي منك بلا يخسر ولا تأجي نفيت إبليس لخير أبدا في سريزا وكل من لم يعبدا وجل من قطع من واسم واسم مخجل من لم يسلم كوين لأمة نبي صلى الله علي بتدين رب جل إجابة تساسي اللعداء إلى سواهم ثمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجيب للذي يهيمن حفيظة أمة خير مرسلي عن الذين كفروا برسلي قل لهم نصرا عزيزا عاجلا وبشيرا مهاجلا وآجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أعن دليل الله عن ركوني إلى عداك وعن سكوني على النبي والرسول المنتحر سل وسلم يا مبيد من جحر للمنتقى والآل وسب الكرام أوزن سلامك وجدي بالمرام يا من لو الخلق كما لو الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك يا مروان سراجيا ولي قد دون شك آجيا أوزن لأمة النبي أحمدا مزليا علي في من أمدا نصرا عزيزا يسمر الكبار ما في خير لهم من بارا سن الحديث والفرع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المداب رافع برفع الكتاب والفرع مع الاحاديث سايس البرو اجل لجميع دون سلبي ولتقول سول وقت تلبي لأوزن الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا عن منفعي ما ودغ تدر لي بمنتقى وقلت لي ما وده سوى التقى وجدت لي ما لا يسأل عجبا في أبدا مثال حين نجبا مددتني مدد من لا يخفى علي شيء جئت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رب يا بجير يا غادر يا ريم يا نزير نجيت من بيتعلق معه من الشياطين فذكر اسمع وجاد ذكري الى الرحمن المالك الرئيم في الاسمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بلم زفا خلدي اكرمني رماني اكراما كفى كلية الضر وفيدي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الامان والمنى والفيدان امت امنا يسوق سرمدا لغيرنا ابن تسوق نكمدا قلوب جملة عدا توجهت لخير قري والمنادي وجهت قلوب جملة الذين أبلغوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين سلموني قبله
نهر مدرتي كساك الكبل هن انتبت مدرتي والبلوى ببدل مغنم ميقاد الخلوى لو سكورية إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يا تراب يا بالكتاب بالأمانة ولا إيتام ناجيك ناجي التكريم ولم يزل بناب كريم إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفادي تابا نصرتني فإنك النصير مع تعبي إنك البصير سمد قد أوصلتني في رمضان ما رمت منك قبله بفيدان رأيت لي بي الذي أببت يوم جالب الأسى سببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقدت انفعالا لوجهك الكريم أوس الفرجا للمؤمنين وتواقق الرجا مسليا مسلما على النبي بزير كل أقرب وأجنبي واللي يهب للمسلمين فرحا يا من ما أن الأسى والترحى ما هوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجع يا للمتبا بعد سلا ما سلام مني داهم القلا يسر لهم بي الذي تعسرا فكل ما يسرت تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وبا من لم يسعدوا بالدير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار بالجيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يتح أبادا تائبا من أراد أن ينخدما أبرمه من ضيفه لم يدما جزاء من بارز سلاش بك فكل من أبكى الكرسي بك إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكن قريب والكل منهم من سديد جارب لما تزال غير الظلمات دار لدى جبال ظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرون مخلدون منام بلا ازدلاب والكل بالمسريس انقلاب رجاهم واقف وملك في ابد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينزبل أما مبارس علي فمنزبل بالله آمنوا واسلموا معه وتوسنوا لوجه باق القمع هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان مني لا أنفع عمد وسكر ذا خدمة للمصطفى العبد سكر فارقت جملة من المباحي لمن كفاني يسوي النباي أجوغا دلي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميت تسليم من لا يوجه ضرر على الذي به كفاني الخرر جزاء من جل عن المثال لقال ما خاب عن الأمثال الحمد لله بالأنجاء على ابن عبد الله ذي البهاء براءة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمستوى وجهة ما قد ترفى لغيرنا إبليس وهو انترفى هدمت باطلا جاق فزهق ولي إليك تتقيدك ملكت ربي مالكي كل يدي حالي لوك عملي وليتي ردت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلبسوني براني إله من سيك ومن كل انباق وسعادة دم برأني من عيب نفسي بالنبي سلى علي بسلام مقلب هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء هدى ونولى محمد سلى علي بسلام
وسيلتي له ولي قال الكلام فلان الأكرى وجوري بأنني قل وحب وخديم لو قتابي وما لك دارا ولي سوانا وجه الخدارا أيتنا على الغدا فغلبوا ولي سوانا ساخرين انقلبوا تلم باق قاد لثوابا على الذي أورثني ثوابا على الذي طلب كوني الخديم لو سلامات البرية القديم لمن لو كليتي بعد حمدي ومن خالفني أبدا ملك الذي ليس له مباهي لي غاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادني الواسع والكبير فراني الجميل مهما النابع أهلاني الملك وهو الرابع ساخ مكاره لمن قبل نحا مدرتي من يقوج المنحا ملك للملك والمليك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعدني في رمضان النجسا أجر الذي ما عنده لا ينفد وسللي وما ترى نفد خدمة خير العالمين أحمدا عليت بما كريم امدا براج القلب نفسي تيبت وبمكاري لغيري سبت يسر خير العالمين قلمي عليت بما مزيل الم للمصطفى وجد ماني قادا نفا بلا مدرة فانقادا هو سبيع وهو سجاع بما سمي والاوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه مها بلائي ومها أمراضي وبرداة غادني أخراضي نبي المختار غير الأنبياء هلي جزم أبي بربيا قتل كليتي في العلني وسري وهو لي غاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلة رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسوانا تاغ كل من فند هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر الخليل تلم باق لا يزال سمدا هل النبي والرسول أحمدا أواز رامي الكريم سمدي هل النبي وسيلتي محمدي هل النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم سمدي يلاو يا قادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جاءت الفطر فوق سومي جيت من القدير شاكرا لك به وقبل ليقط فضلك زند قصيدتي تي سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ما شافا وكل ما أردت منك انفعا آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا أكيما فرضيت عنك بارك لي يا ربي وغيره وجدت بالمعروف بلغتني بكونك الكريم ما غادني تبشير والتكريم أهديتني ما القلب أنسى كلما مدى من الضر ما أوتى الظلما كافاني من ماله كفا أهد بمال غيري ساغ كل من جهد أكرمني بقل والله أهد ربي ولم يكن له كفا أهد ناجاني الله المكرم سمت تناجيا بي كفاني الكمر وجالي الأكرم أنفع الكرم ودرري بخير الدين سرم أسأل كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم سل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام سلي وسلم وتقبل ذا الكلام من على قريض العروف بما يفوق ظن من معروف لنات من عروف خالد ربا يا من كفاه ذا الغرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا
نجا جابك الخديم ذا سلا مسلما على المسلسين قلا نجا جابك القديم ذا سلا مسلما على مسلسين قلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني قولي رب زدني علما رد الذي له الوجود والقدم مع البقاء لسواي ما صدم رد الذي له الوجود والقدم ما بقى لسواي ما صدم رد الذي له الوجود والقدم ما بقى لسواي ما صدم بان المخالفة رب العالمين العالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وسانني عن كدر وعصي زند لجواد جمال قادة بيوت تاجة بلد قادة تلمي القدرة وإرادة على الذي يقول ما أراد نفاني علم الحليم والحياة بخير إذن وألال والمياه يقول لي سمو سميع والبصر إجابة ما بقى من أثر علمني كلامه كتابا وقاد للعزم في الكتاب لقادر الخير مريد عالم عين تمير قد كل عالم من علي متكلم بما تهرني ممهرا قلبي بما الله موجود باق وقدم وللجنان سانني أما صدم الله موجود باق ذو قدم وللجنان سانني أما صدم الله موجود باق ذو قدم وللجنان سانني أما صدم لله على الخميس المذيب بالسكوك والدموس ناجيت رب الخالق النفوس مسليا على النبي النفيس قد بيتوجه الى القدوس بذكر والشكر وبالتقديس داد وبلا ذا القاموس بالمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبر والمكر ومن إبليس جاديك بشكر بالتنجيس وكفى للمقام من التنجيس جاد فجاد بالتنجيس ويسر اللعدى بالتفوس ناديت أعدائي سويت موسي المتوجهين للرموز أجل البوس كالجاسوس المفسدين أسدا كالسوس ملكني الملك بالخميس ما لي تقصر سوي الخميس أكرمني الأكرم بالسموس وبالبدور لفظ في العماس وقابل القدر الرؤوس كل أذن والمصطفى رئيسي هل يسكر الملك القدوسي على نسور منذر قدوسي داخل أمياء إلى الثروسي جاد كل جاهد كريسي نصرني عزة أهل العيسي بكل عام محسن برعيسي أخرجني ربي من التلبيس وراد لي كل خب خبوس راد الذي دخاك تردبيس لي وكل رعاس جند هبوس بكل ما من دق ربيس يبيد كل مجرم دبيس بالمتبع المقدم البرخيس
المنفر المبصر المرخوف نبينا جميعنا الأنيف والآل والسبب سوي التانيف أجارني الله من المجوس ولكتب وسوي التنجيف أميت أمدا على مقيس على فراق سوي الناقوس قلت ويا مدرت أموسي وأبوس بالقاموس في القاموس قني ربي من التفليس وما يسوءني ومن إبليس اكتب لمن جاب بالدموس أني سلاميك من الخميس لما المجد كل ما رأيت مدي ما لا داج والعلم وسعي لما البجر انتعر كل ما رأيت مدي ما لا داج والعلم وسعي قلام يا لياد مجل لسيد أتاني بقرآن نكي من مالوي داني لامة النبي سيد بشري وفي أكبر إذوان ما بشري وي جرال الذي فرى الفرى يا لبي من الخير مخبوطا لدى الأخس والجريح أتاني أمان من بلاء وفتنة وفوت سخاء كالجوي والفقر والعري إلى ما مدت منطقا قادني به وداد وسب رافع عن فعدري كريم متى يمدأ يمدأك ربه وفي مدين فارقت سكا مع الخير محمد المختار سادي لمالكي عليه سلام وسلام من الحي رسول كريم من كريم مكرم عليه سلام مسلم السلم والخير ظلمت من الاعداء والمكر والاساء بجاه الذي يغني به الله المجيد ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل ما من فارق الغش بالقشيم لقد جاءكم أثنى على خير مرسلين همانا به الباقي عن التقوي والوثي ما المنطقى قد العادي لجانبي وإني على خير كثير ما الوقي نبي نبي جمل الله زاد كما جعل الأخلاق بالدور ورقي بربي جمال باراني على النبي ولا ينجي ما يتعب بالغيب تسبي لي الخيرات ربي بجاي من كفاني بي لا داتورا بلا لي هديات ربي قد ددتني وسفيت وقدير القراس القس والنيم مداد الأقلام لربي وللنبي عليه سلام عزيز جل عن نبيه